خلينا الكبير قال طلبتني. هلا بيسألك سؤال. سأل معلم. انت زلمه ولا مانك زلمه؟ لا يا كبير، ليش عم تسألني هالسؤال؟ وحياة اللي خلقك زلمه وبعجبك. تعجبني قلت لي. طالما بتعجبني ليش ما اخذت مرتك لهلا؟ ها؟ بتحب ابعت حدا تاني يشتغل شغلتك؟ لا يا كبير، بعرضي هاي الكلمة كثير كبيرة وما بتنحملها. أنا عم بنفذ أوامرك، أنت قلت لي لا تكسر كلمة درية خانو. أنا ما بيناسبني شغل حريم عندي، فهمت؟ انقلق من خلقتي أحسن ما أمسح بكرامتك الأرض، فهمتوا لك؟ عمرك انقلق انقلق. إذا صرفتي نظر عن الهريبة لازم تعملي شيء، وجودك هون ما بصير طول أكثر من هيك. ما رح ضل هون. بدك تخدميني نورية؟ لعيونك. الله بيشهد يا زهرة إني بحبك مثل أختي. معناتها بدي إياك تروحي لعند أبي وتحكي له كل شيء. كل شيء عرفتيه عني وعن شومان الواطي وشو عمل فيه. أنت هلا بتعرفي كل القصة، والوحيدة اللي كاشفة الظلم عني. صحيح أبي ببين عليه إنه هو كتير قاسي، بس هو قلبه حنون، ولما يعرف الحقيقة ما رح يخليني هون. أنت الوحيدة اللي رح تخبري إياها. طيب رح روح هلأ خبر أبوكي كل شي وبرجع دغري اسم منه شو مان مو هون. أنت استنيني بالبايكة بلا ما يجي الجحش على غفلة. ماشي، لا تطولي. إيه